لم يأبه السادات بموجة الرفض العربي العارمة، بل قرر أن يسير وحيداً وأن يتعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مباشر. فكانت مباحثات الإسماعيلية بين مصر وإسرائيل في 25 ديسمبر 1977 باكورة المفاوضات الثنائية المنفردة بين القاهرة وتل أبيب. يسرد وزير الخارجية إبراهيم كامل كواليس اللقاء المصري الإسرائيلي الأول فيقول: عند وصول الوفد الإسرائيلي إلى الإسماعيلية صحبه الرئيس السادات إلى غرفة الاستقبال بالاستراحة، وبقيت بالحديقة أحاول أن أحصل من الدكتور عصمت عبد المجيد على خلفية المحادثات، لكن لم يلبث أن حضر حسن كامل رئيس ديوان رئيس الجمهورية ليبلغني أن الرئيس يطلبني لحلف اليمين كوزير للخارجية، وأضاف أن السادات يعتزم أن يشارك في مراسم حلف اليمين مناحم بيغن وبعض أعضاء الوفد الإسرائيلي كتعبير عن روح الود والسلام. صدمت من الذهول وطلبت منه أن يبلغ الرئيس السادات أن مثل هذا لم يقع في العالم من قبل، وأن هذه عملية لا شأن للإسرائيليين بها، وأني على كل حال لن أقوم بحلف اليمين أمامهم مهما حدث. أخبرنا السادات باعتقادنا أن الخطوة التالية هي دعوة بيغن لمصر، لكنه قال لا يمكنني أن أسمح له بالقدوم، إذا جاء إلى القاهرة سيخرج الناس إلى الشارع منددين به، فقلنا إنه ليس مضطرا لدعوته إلى القاهرة ويمكنه دعوته إلى مكان آخر، فقام بدعوته إلى الإسماعيلية حيث يمكنهم السيطرة على الوضع بشكل أفضل. بأيد متشابكة دخل أنور السادات ومناحم بيغن، وأعلن الرئيس المصري اتفاقهما على تشكيل لجنتين، الأولى سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر وإسرائيل وتعقيد جلساتها بالقدس، والثانية عسكرية برئاسة وزيري دفاع البلدين وتعقيد جلساتها في القاهرة. يقول إبراهيم كامل إنه شعر بالغضب من السادات، إذ كان من المنطقي أن يتم البدء بالاتفاق على الأسس التي يمكن أن يؤسس عليها السلام، فضلاً عن أن موافقة السادات على القدس مقراً لاجتماع اللجان يمنح إسرائيل نصراً سياسياً سهلاً لما يقدمه من اعتراف ضمني بأن القدس عاصمة لها، وهو ما تطالب به تل أبيب. وفي مدينة الإسماعيلية قدم مناحم بيغن مشروعه للسلام، مغفلاً تماماً حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم. وفي الوقت الذي بدا فيه الرئيس المصري وفق ما يسرده وزير خارجيته مفرطاً في تلهفه وتعجله لتحقيق النجاح لمبادرته، ومثقلاً بالهجوم الشرس من قبل أشقائه العرب، واجهه رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن بالتصلب والجمود، حتى إن مشروع مؤسس منظمة الإرغون الصهيونية المتطرفة وقائدها السابق تضمن الانسحاب من سيناء، لكنه أصر على إبقاء أغلبها منزوعة السلاح والإبقاء كذلك على المستوطنات الإسرائيلية في شمال شرق وجنوب شرق سيناء والمطارات العسكرية ومحطات الإنذار المبكر. يذكر وزير الدفاع الإسرائيلي عزرا وايزمان في مذكراته المعركة من أجل السلام كيف تلاعب قادة إسرائيل بأنور السادات، فيقول إنهم حين بدا لهم أن المحادثات التمهيدية مع المصريين قد تجبرهم على التخلي عن سيناء، تقدم أرييل شارون وزير الزراعة آنذاك بخطته حاصداً موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي بالكامل. استخدام الاستيطان كأداة في سيناء، والغرض الإسرائيلي من ذلك أنه إذا خضع المصريون لهم كان بإمكانهم إنجازها والاستفادة منها، وإذا رفضوا المستوطنات الجديدة
تخلت عنها إسرائيل كبادرة طيبة في مقابل الحق في الاحتفاظ بالمستوطنات القائمة بالفعل. يقول وايزمان: لقد بدونا كتجار صغار مخادعين يستغلون كل فرصة متاحة لتحقيق كسب، وينكثون عهودهم طالما كان ذلك يحقق لهم منفعة. إن كان ظني صحيحاً، كان هدف السادات الأساسي هو استعادة كل أراضيه، بما في ذلك إزالة المستعمرات والحصول على علاقة جديدة مع الولايات المتحدة، فقد حصل على ما أراده. كان هناك أشياء أخرى يريدها، لكنها لم تكن من أولوياته. كان يريد أن يصبح هذا الوضع مثالاً يحتذي به باقي العرب، فكان يجب على المبدأ أن يكون كالتالي: إن تصالحت سوريا حصلت على نفس النوع من الاتفاقيات، إن كانت الأردن والفلسطينيون مستعدون للتصالح لحصلوا على نفس النوع من الاتفاقيات. كان السادات ليفضل ذلك، لتكون صورته نموذجاً لباقي العرب، لكنه حصل على أولى أولوياته، لكن ليس الثانية والثالثة والرابعة بسبب الضغط الأمريكي. عليك القبول بذلك الآن. كان بيغن ليحب، أولى أولوياته كانت سلاماً مستقلاً مع مصر، غير متصل مع الشعب الفلسطيني أو سوريا أو غيرهما. أخبرنا ديان في لحظة ما أن التصالح مع مصر يعني لا مزيد من الحروب العربية الإسرائيلية، إن الأمر أشبه بأخذ عجلة من سيارة لا يمكنك قيادتها بعد ذلك. نحن نريد إزالة هذه العجلة، بعد ذلك ليس علينا أن نقلق من أي حروب كبيرة.